عارف طبعا ان ملف السودان هو الملف الترند دلوقتي، كل الناس عاوز تعرف ايه اللي بيجرى في السودان، محدش عاوز يعرف ايه اللي بيحصل في حرب روسيا اوكرانيا. هي انا لو طلعت عملت فيديو عن حرب السودان بعد الفيديو اللي انا عملته ده بقول لك اي كلام، لان الاخبار طالعه من هناك مشوشه شويه. فانا هصبر شويه وحامل فيديو عن حرب روسيا اوكرانيا، والاخبار بتاعه السودان هتكون الفيديو اللي بعد ده، تكون بس الرؤيه اتضحت كده ايه اللي بيحصل، هل بالفعل برهان نزل ميدان وسيطر على الوضع في السودان كلها، ولا قوات دعم سريع سيطرت على القصر الجمهوري زي ما هو بيدعوا. نشوف اخر الطورات دي الفيديو اللي جاي. الفيديو ده انا عندي ليك مفاجاه كبيره قوي، وهي ايه؟ وهي ان يفجيني بريجوجين اللي هو رئيس ميليشيات فاجنر طلع كده في تغريده او في بوست نزله على تيليجرام وقال فيه: يا جماعه انسب خيار حاليا ان احنا ننهي الحرب لوحده، ما حدش جه جنبه قال لك كده. مش بس كده، طلع قال انسب خيار استراتيجي للجيش الروسي هو الحفر. يعني ايه الحفر؟ يعني احنا ندافع عن مواقعنا، لان ظاهر كده اي هجوم مضاد اوكراني ممكن يسبب خسائر او تغيير في الجبهه بتاعه الجيش الروسي. كلام خطير جدا.